أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى في هذه الحلقة اللي رح نتكلم عن علم الآثار وعلم النقوش من العهد القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الاكتشافات والنقوش اللي اكتشفوها على حجارة وعلى ورق بردي وعلى الفخار، وطبعا هذه الكتابات ذكر منها أسماء وكتابات من العهد القديم. الكتاب المقدس هو كلمة الله، بيسرد أحداث تاريخية كثيرة، بيذكر عن ممالك كثيرة من العهد القديم، من الأشوريين القدماء والبابليين واليونان والرومان. طبعا كل هذه العصور بحسب الفترة الزمنية بيكتشفوا الآثار بحسب الحقبة الزمنية. وهذه الاكتشافات من أشخاص محايدين اللي البعض منهم كانوا مشككين وملحدين، ولكن هذه الاكتشافات هو علم، علم الأركيولوجي، علم الأثار. عندما يكتشفوا شيء وبشوفوا أنه مذكور مثلا في الكتاب المقدس، هذا يؤكد أنه الله ساهر على كلمته ليجريها. في هذا الجزء الثاني راح نكمل دراستنا عن هذه الاكتشافات حتى مع بعض نستمتع ونشوف انه كيف هذه الاكتشافات أدلة خارجية ولكن تسند الكتاب المقدس، ليس لأن الكتاب يحتاج إلى سند أو إلى تأكيد، ولكن الكتاب هو يدافع عن نفسه. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة.